صباح السعادة، صباح الطاقة على كل مشاهدينا فقرتنا الرياضية. اليوم تمارين اللي حتساعدنا بزيادة القوة، وبنفس الوقت اللي يعانون من مشاكل بالمفاصل دائما نعاني من مشاكل ضعف العضلات، لذلك اليوم اللي حركز الجزء العلوي والسفلي وشلون ناخذ بلانكات والثبات ايزومتريك انقباض ثابت. راح نبلش حركات خفيفه ونهيئ جسمنا ومفاصلنا. دائما نبدي بحركه بسيطه، راح ناخذ من 10 الى 20 عده. جسمنا مشدود، عافية عليكم. دائما انا اركز بالاحماء من 5 الى 10 دقائق، عافية عليكم. ناخذ للجانب، ناخذ نفس، ممتاز. انذر سايد، ممتاز. رح ناخذ نشغل الجزء العلوي والسفلي. عافية عليكم. رح نبلش تمارين ايزومتريك ثبات هولد. هذا البوزيشن نحاول نقوي عضلة الأمامية، نظل ثابتين من 10 إلى 20 ثانية بزاوية 90 اللي حشوفكم إياها من الجانب. نزول بالورق، كباتنا لا هواية للأمام، لا هاي الطريقة هولدنج، نظل ثبات، ممتاز. كل ما نطول بالمدة كل ما حيصير أكو انقباض ثابت ايزومتريك، بالتالي شد أكثر العضلات. نحن وصل 5 4 3 2 1، ممتاز. نصعب الحركة أكثر وناخذ لانشز في هذا البوزيشن زاوية 90، حنظل ثبات، ممتاز. ممكن اذا اريد نحرق اكثر للدهون او السعرات رح ناخذ بايدينا حركه بسيطه، ممتاز. 5 4 3 2 1، تمرين جدا صعب نحتاج نركز به بزاويه 90. ننزل ثبات، طبعا ما نطخ ركباتنا بالارض ابدا في هذا البوزيشن، ممتاز، عافيه عليكم. رح ناخذ 5 4 3 2 1، صعب جدا، لذلك لازم نطبقه اول شيء 10 20 ومن ثم نصعد 30 ثانيه. راح نصعب الحركه اكثر وناخذ هولد هذا البوزيشن، جسمنا مشدود، ناخذ نفس، ممتاز. راح نظل ثابتين مده 10 الى 20 ثانيه، نتنفس شهيق زفير، ممتاز. تمرين صعب جدا، نبدأ نصعب الحركة شوية شوية ونحرك الليك زي الجانب، حركة بسيطة، ممتاز، عافية عليكم. سايد تو سايد، رح ناخذ 5 4 3 2 1، ممتاز. نصعب الحركة أكثر وناخذ بلانك، أغلبنا يعرف البلانك وشلون فائدته تقوية الجزء الأوسط من الجسم، ممتاز. جسمنا مشدود هذا البوزيشن، رح ناخذ من 10 الى 20 ثانيه، نتنفس، عافية عليكم، ممتاز صبايا. الورك دائما لا نازل كلش ولا مرفوع، يكون وسط، جسمنا مشدود به. خلينا نشوف البوزيشن مالتكم، ممتاز. بعد شويه ارفع الورك، دائما الاخطاء الشائعه انه الورك ينزل بالتالي يصير الم اسفل الظهر. هاي تماريننا لليوم كانت هدف من عندها انه نزيد القوه وبنفس الوقت التحمل. رح ناخذ من 10 الى 20 الى 30 ثانيه على 4-5 سيتات. لا تنسون تدخلون هاي التمارين من ضمن يومكم. شكرا لكم، هذا انتقال للزملاء في الاستوديو.